السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب عبد الله محمد العيدان في الصف الثالث ثانوي بمدرسة بكة الثانوية للموهوبين. مشروع يتكلم عن تصميم مواد اسمها ليكويد كريستلز او الميزوبوروس ليكويد كريستلز، بحيث ان نطعمها بالنحاس بحيث انها تعطينا نتائج كويسه في امتصاص الكربون او نتائج محسنه في عمليه امتصاص الكربون واحتجازه. الهدف من المشروع اننا نقلل نسب ثاني اكسيد الكربون في الجو، بحيث انها تقلل من الاضرار البيئيه الناجمه حوالينا العالم من ارتفاع في درجات الحراره وايضا التقلبات المناخيه اللي صايره. اول شيء الحمد لله على كل حاجه. اول شيء نشكر ربنا ثم الناس اللي جاوا بعدهم، وحاب اشكر اول شيء وثاني شيء يعني امي الله يعطيها العافيه ما قصرت معايا، والدعم اللي اعطتني هو. وثالث شيء حاب اشكر جامعه مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه والاستاذ دكتور نزار خضري على الدعم اللي اعطاني هو. يعطيه العافيه.